سأريكم في هذا الفيديو كيفية التفكير بعناية أكثر في المخطط الخاص بكم، وضمان أن يكون محتواكم متوضعاً بشكل مرتب وسهل الفهم. كما سأريكم مبادئ المخطط باستخدام تصميمي للبطاقة الإلكترونية، لذلك تابعوا معي وطبقوا هذه المبادئ على البطاقة الإلكترونية التي تقومون بتصميمها للدورة. أولاً، دعونا نلقي نظرة على التسلسل الهرمي للطباعة. لقد بسطت لكم الأمور، كما أعددت مسبقاً طباعتكم في تصميم هرمي أساسي مع العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي والدعوة، وقد نظمتها بحسب ترتيب الأهمية باستخدام الحجم، بالرغم من أنكم قد غيرتموها قليلاً في نهاية المطاف عندما أضفتم النص في الدرس السابق، ولكن لا ضر في ذلك، فقد حصل معي ذلك أيضاً واحتجت إلى تنسيق العناصر ثانية، كما جعلت العنوان الرئيسي غامقاً ليبرز بشكل أوضح. وعندما قمتم بتغيير نمط الخط في الدرس السابق توجب عليكم أن يكون الخط غامقاً أيضاً. في كل الأحوال ربما تودون تعديل حجم النص قليلاً، خصوصاً إذا احتجتم أن تجعلوا النص ملائماً للمجال أو أن تعيدوا تموضع التسلسل الهرمي للطباعة هنا. والقيام بذلك يمكنكم إبراز النص بلون مميز وتغيير حجم الطباعة باستخدام شريط الأدوات في الأعلى، أو يمكنكم فقط إدخال الحجم الذي تريدونه. بالنسبة لبطاقة الإلكترونية، سأقضي المزيد من الوقت على إعادة تعديل حجمها للتأكد من أنها تناسب الفضاء المتوافر. ولأستعيد التسلسل الهرمي للطباعة ثانية، 25 نقطة للعنوان الرئيسي، 18 نقطة للعنوان الفرعي، 12 نقطة للطلب. أظن أنها تبدو جيدة الآن، يبدو التسلسل الهرمي للمعلومات صحيحاً، فهي تبدأ في الأعلى وتنتقل إلى الأسفل. كما يجب أن تأخذوا في الحسبان شعار المنظمة في المخطط أيضاً، دعونا نضيفه الآن. أنقر على أيقونة صورة في الشريط العلوي في جوجل دروينج، وهذا سيسمح لك باختيار ملف الصورة من حاسوبك وإسقاطه في ملف التصميم الخاص بك، أو يمكنك إضافة ملف موجود في جوجل درايف، وذلك ما سأفعله. ونظراً لأن صورة شعاري بيضاء اللون لا يمكنكم أن تروها، ولكن سأريكم كيف أتعامل مع ذلك في غضون ثوان. حالما تتم إضافة الملف إلى المستند، فإنك بحاجة فقط إلى تعديل حجمه ووضعه في المكان الذي تريد أن يكون فيه. لقد تركت مجالاً للمكان الذي ستضع فيه الشعار الخاص بك في الجزء العلوي الأيسر، لذا قم بحذف كلمة شعار وأنقل شعارك إلى مكانه، وعدل حجم الشعار ليصبح ملائماً. بالنسبة لبطاقة الإلكترونية، فإنني سأضيف شعار Small Media، ونظراً لأنه شعار أبيض اللون لا أستطيع رؤيته، ولجعل العمل أسهل، سأقوم بتغيير لون الخلفية على بطاقة الإلكترونية إلى رمادي، لكنها لن تكون الخلفية النهائية. وإذا نقرت بالزر الأيمن للفأرة على الحاسوب، سأضع الآن الشعار على الطرف الأيسر العلوي من بطاقة الإلكترونية. ينبغي علي أن أجعل الشعار أصغر باستخدام مفتاح Shift،
وسحب زاوية الشعار بنفس الطريقة التي عدلتم بها حجم النص. يمكنكم القيام بنفس الأمر للشعار، وإلا سوف يمتد ويشوه الصورة. وطبعاً للتسلسل الهرمي فإن الشعار مهم، ولكن زيادة الوعي حول التقرير هي هدف موجز التصميم، مما سيبقيه الأكثر بروزاً. دعونا ننظر الآن في تدفق المعلومات على بطاقتكم الإلكترونية مرة أخرى. بسطت الأمر لكم، فلقد وضعت تصميم القالب بحيث يسير تدفق المعلومات من أعلى الصورة نحو الأسفل ثم نحو يمين الصورة. فإذا أعجبك هذا التدفق للمعلومات يمكنك أن تدع التصميم كما هو، ولكن إذا ما كان العكس فلا تتردد في تغيير وضع هذه العناصر على الصفحة إذا كنت تفضل شيئا مختلفا. أما بالنسبة لبطاقتي الإلكترونية فسوف أحافظ على تدفق المعلومات كما هو، وأنا راضي عن المحتوى الخاص بي بهذا الترتيب. الآن دعونا نلقي نظرة على بعض الأمور الواجب مراعاتها فيما يتعلق بالمخطط. بينما تقومون بتغيير حجم النص وتضيفون شعاركم، قد لا تبدو مواضعه مربعات النص المختلفة والشعار متناسقة، وقد تبدو فوضوية بعض الشيء. وباستخدام الإرشادات في تطبيق جوجل دروينج يمكنك تنسيق عناصر التصميم مع بعضها البعض. تحققوا أنكم ضمن القائمة عرض تقومون بالتمرين نحو الأسفل Snap to، وتأكدوا بأن الإرشادات موضوع بجانبها علامة صح. بالقيام بذلك فإن جوجل دروينج يزودكم بإرشادات خطية لتنسق العناصر المختارة مع العناصر الأخرى على الصفحة. على سبيل المثال، إذا نقلت هذه إلى هنا ثم أعدتها ثانية إلى حيث كانت، فسوف ترون الخط الأحمر يظهر، وسوف يريني ذلك حواف جميع مربعات النصوص الأخرى، مما سيساعدني في مخططي. فهذه طريقة سهلة لتنسيق العناصر في مشروعكم. أصبحتم الآن تعرفون كيفية التعامل مع هذه الإرشادات. يمكنكم أن تنسقوا العناصر النصية الثلاث مقابل حافة إحداها، ويمكن أن تحاذوا كل النص نحو أسفل أو يسار أو يمين أو مركز أو أعلى مربعات النص لترتبوا تصميمكم. بدلاً من ذلك يمكن أن تتم محاذاة النص برمته، وذلك باختيار جميع مربعات النص ثم اختيار محاذاة أفقية أو عمودية حيث تودون أن تحاذوا الأجزاء. يمكنك الالتزام بالمخطط الذي قدمناه والقيام بترتيب تصميمكم فحسب، أو إن شئتم يمكنكم تغيير المحاذاة للشعار والنص كليا، حيث يمكنكم على سبيل المثال محاذاتها إلى اليمين كمعاكس للجهة اليسرى.
لكن بالنسبة لبطاقتي الإلكترونية فإنني أستخدم الإرشادات لأقوم بمحاذاة عنواني الرئيسين إلى جانب بعضهما، ومن ثم سأقوم بوضع الشعار والنص بعناية على نفس المسافة من حافة الصفحة على كل طرف لضمان ظهور التصميم بأكمله متناسقا ومرتبا، وسأتحقق أن المسافة في هذا النص تساوي المسافة بين أسفل العنوان الفرعي وعلى الطلب. سأقوم بذلك نظريا وأستخدم مفاتيح الأسهم والفأرة لأجعلها مثالية، وأتأكد من جذب كل شيء لذلك الخط الأحمر على اليسار. كما علي أن أحرك صورة الشعار نظريا لكنها لا تنجذب إلى خطوط الإرشاد. وتذكر أن جوجل دروينجز هو برنامج سهل ومجاني وجيد كانطلاقة. عندما يتحاذى كل شيء كما أود، سأحدد جميع العناصر وأحركها بدقة نحو الأسفل لأتحقق من أن المسافات متساوية بين الأعلى والأسفل. تبدو جيدة. دعونا ننتقل إلى الدرس التالي.